يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المراكز خصص مسجد للرجال وفوقه مصلى للنساء، غير أن مسجد الرجال لا تقام فيه الفرائض كلها سوى صلاتي المغرب والعشاء، وقد أقيمت حلق تحفيظ في مصلى النساء. السؤال: هل يجوز للحائض أن تدخل هذا المصلى؟ لا، الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، وهذا ما هو مصلى، سطح المسجد مسجد، سطحه مسجد ولا يقال مصلى فقط، فلا تدخله الحائض لا في أرضيته ولا في سطحه. نعم.